عندي نفوق لك الإدارة ما زالت حتى الآن بداية من العمل، وتشوف الآن التجمع راجع، الآن التجمع راجع وبيدهم بيدهم الإعلام الجيش، مش مضمون الجيش، صحيح مش مضمون، والشرطة مش مضمونة الآن. الآن مش أن جامعة، الآن عندنا وزارة شؤون الدينية، والآن مش أن دكان، عندنا الدولة أعطاها رب السوق، ولكنكم قوم تستعجلون، قوم تستعجلون. الآن أنا نقول للشباب السلام، أنتم البارح وكنا جميعا الطاحونة تدور علينا، لا المساجد، المساجد بدينا درسوا ما شئتم، الآن من أراد منكم يعمل تلفزة يعمل تلفزة، واللي يعمل إذاعة يعمل إذاعة، واللي يحب يعمل مدرسة، واللي يحب يعمل جامعة، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان، وتعملوا مشاريع، لماذا أنتم مستعجلون؟ بالضبط. ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تهضموا هالأشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بأنه ما تحقق لكم غير قابل للتراجل فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر. طيب يا شيخ كمل. إذا توجهوا تعليم الزيتوني حسب معناها مصالح قطر والسعودية، المصلحة الوهابية هنا في تونس، التعليم الزيتوني لم يكن ولن يكون وهابيا في تونس. احنا مع ترجع الأبقار، احنا مع ترجع الأبقار، احنا مع الزيتونة، احنا مع منهج القاضي عياض، احنا مع منهج الإمام صحنون، احنا مع منهج أبي زيد وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. جاء كونت الكفار مش كونت المسلمين. صلى الله عليه وسلم على المحك والجهاد والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كتاب الله عز وجل. نعكب أخي، نحن لا ننتمي لأي حزب، نحن أمة مسلمة. هاي سوي تسوي تسوي هاي سوي تسوي تسوي أريد أن أوضح أمراً آخر أيضاً، أن بعض المنتسبين لبعض المذاهب المعاصرة خاصة وصل بهم الأمر ليقولوا أن علماء الزيتونة ليسوا من السنة، وصل بهم الأمر ليقولوا أن علماء الأزهر الشريف ليسوا من السنة، فمن هم هؤلاء الذين أخذوا يصنفون الأمة؟ من هم هؤلاء الذين شقوا جمعنا؟ وهؤلاء الذين أخذوا يبدعون علماءنا؟ فليعلم هؤلاء أن كل علماء الأمة ممن يعتمد في علمهم
وممن يؤخذ منهم كالإمام الغزالي وكالإمام فخر الدين الرازي وكالبيضاوي وكذلك من المفسرين المعاصرين كالشيخ محمد طاهر بن عاشور، هؤلاء كلهم أشاعرة سنة وليسوا من الذين ابتدعوا شيئا وخرجوا عن السنة. إذن لنقل أن مسألة التفريق بين المسلمين مسألة خطيرة يتحمل مسؤوليتها من بدأوها وهم محاسبون أمام الله.